قصة بنتكلم عنها قصة سحاب الفيل. الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة كاملة، سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سالفتهم شو اللي صار؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في مكة في اليمن صارت أحداث ما بعد قصة أصحاب الأخدود، تكلمنا فيها قبل. ما بعد قصة أصحاب الأخدود صارت في أحداث أدت إلى أنه الحبشة يرسلون جيش لليمن يهجمون على اليمن ويستحلون اليمن. يوم استحلوا اليمن كانت الحبشة مرسلة جيشين مع بعض، واحد بقيادة واحد اسمه أرباط، واحد بقيادة واحد اسمه أبرهة. أبرهة وأرباط بعد ما خلاص صفالهم الجو باليمن تحارب طال الحرب بينهم، فقالوا نترك الجيش ونتقابل أرباط وأبرهة قدام بعض، كلهم أحباش، حبشة يعني من أفريقيا. كلهم أفارقة يعني. طيب وشو ديهم اليمن؟ جو عن طريق البحر. طيب ايه جو عن طريق البحر بجيشهم وخذوا اليمن. حلو. الآن هم يتبعون الملك الحبشة، ملك اثيوبيا، اثيوبيا اليوم هي الحبشة. فقاتلوا الاثنين أرباط وأبرهة، هذا ضرب هذا بالسيف، هذا رده بالدرع. فجاء أرباط نزل بالسيف شرم وجه أبرهة فصار يسمى الأشرم. جاء أبرهة وقتل أرباط، صار حكم اليمن يرجع لأبرهة. فعرف الملك ملك الحبشة أنه هذا يبي ملك اليمن، فحلف أنه لا يجي وياطى على أرض اليمن ويجز ناصية أبرهة يجزة. ليه؟ حلف أنه كيف تخرج على حكمي. ممتاز. فجاء أبرهة بعد ما استقر الحكم في اليمن، جمع أنواع وأشكال الهدايا، هدايا كثير، واخذ كذا تراب اليمن وجز ناصيته وارسلهن للملك في الحبشة. جاته الهدايا والأغراض، كم خطاب اعتذار، وترى أنا تحت أمرك وأنت الملك وأنت الأساس، وعشان تبر قسمك حط رجولك على التراب هذا، تراب اليمن، وهذه ناصيتي أنا جايبها لك. فرض عليها الملك وخلاه يحكم اليمن. فهو يبغى يبر الملك زيادة، وسوى هم كانوا نصارى، فسوى كنيسة، أكبر كنيسة عرفوها بذي المنطقة. كان يبغى ذول العرب، طبعا اليمن عرب واللي في 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 مكة عرب، كلهم عرب، يبغى العرب بدل ما يروحون يحجون للكعبة يحجون كنيسة. للكنيسة هذه كانت ضخمة 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 بشكل ما تتخيله. يقول لك إن الواحد إذا دخل يطيح اللي على راسه ولا شاف السقف، وبدأ يقول للناس أنا بصرف العرب على الحج المكة، خليهم يجون يحجون هنا الكنيسة. سمع واحد من قريش الكلام ده، ما دخل مزاجه، فقال كنيستك ذي أنا لو أوريك. وجاك نازل من مكة لين اليمن، وبالليل هذول مو موجودين، يدخل جوا وسط الكنيسة ويسدد لهم، يعطيهم المكسوب ويهرب. هم جو الصباح، جاء كبير القساوسة بيدخل، عارف الكبير القساوسة يدخلون تحته اللي هم القساوسة اللي أصغر منه بالليفل. طلع من البيت وجاء عند الكنيسة، قساوسة كلهم تلطمين، ايش فيكم ادخلوا كذا الريحة مالك ليش سواها بالليل؟ والله جاء من مكة من بعيد سواها حلق طلع. المهم ايه قالوا الموضوع اوف حقد حقدوا بس. ويطلب فيله من الحبشة، تجيه الفيلة ويجيه فيل، اختار أكبر فيل اسمه محمود. الفيل؟ محمود ليه؟ لأنه كل اللي معه أغلبهم عرب اللي باليمن. أيوه فهمت. يعني أساميهم، لأنه اللي يقود الفيل واحد وواحد من العرب يعني. ممتاز. إيه. أيوة. ويجمع جيش كبير كبير كبير، ينزل وين؟ رايح المكة، يبي يهدم الكعبة. بالطريق مين عرف العرب اللي عسير، جمعوا جيش ووقفوا له. إيه. لكنه هزمهم واخذ رئيسهم. إيه. واخذ رئيسهم معه. مشى جاء عند منطقة اللي هي الطائف وما حول الطائف، فدلوه في واحد اسمه بروغال مسلم ده بصور. لا ما في إسلام، هذا قبل الإسلام. قبل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما انولد، القصة دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد. فجاء أبو ريغال هذا وقال أنا أدلكم، لا تضيعون امشوا معي.
ينزلهم من السيل الكبير وينزلهم ذا 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 لين دخلهم عند مكة. العرب حتى بعد الإسلام كل الفترة هذه يروحون عند قبر أبو رغال هذا ويرجمونه. صارت عندهم عاد هذا أبو رغال اللي دل كانوا يرجمونه. جاء وصل مكة جيش بدوا الآن ينهبون من الناس. اللي عنده حلال طبوا عليه ونهبوه واخذوه من برضو الحلال اللي خذوه. حلال الواحد من أسياد مكة اسمه عبد المطلب. اسمه إيش؟ عبد المطلب. واحد من أسياده. عبد المطلب هذا وشلون صار يعني مرة سيد من أسياد مكة العظيمين له قصة جميلة. له قصة جميلة. كان نايم في حجر الكعبة. الحجر حق الكعبة نايم. فجاه واحد في المنام وقال له احفر طيبة. إيش؟ احفر طيبة. اليوم اللي بعده نفس الرجال جاء لما في المنام احفر برا. احفر برا. برا هي. هو كان يقول المرة الأولى يوم قال له احفر طيبة قال وما طيبة. في المرة الثانية قال وما برا. الثالث نفسه في المنام جاء احفر المظنونة. قال وما المظنونة. اليوم الرابع جاء لما قال له احفر زمزم. زمزم كانت مدفونة ما كانت عنده موية. ايه كانت مدفونة لانه قبل هذا الكلام زمزم شلون طلعت من اسماعيل عليه السلام صح وهاجر من القبيلة العربية اللي جت عندهم اسمها جرهم وسكنت جرهم معهم مئات السنين. جت قبيلة عربية اسمها خزاع صار بينهم بين جرهم قتال على مكة. يوم جت تنهزم جرهم دفنوا الدير طلعوا وخزاعة تسيدت مكة بدون زمزم. وكل السنين هذه قريش موجودين ولا يدرون وين زمزم. يسمعون بس ما يدرون. الله طيب. رجع لما في المنام المرة الرابعة وقال له احفر زمزم. احفر زمزم. قال وما زمزم. قال لا تنزف ولا ترم أو ولا تزم تسقي الحجيج الأعظم ما بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند وادي النمل. في الكلام العجيب. المهم قام من النوم هو فهم الكلام. هو وش الكلام كله هذا انها احفر زمزم. قال وما زمزم. قال لا تنفذ ولا تزم يعني ما تنتهي ما لها نهايه. بير ما لها نهايه. تسقي الحجيج الاعظم. الحج يلي تسقيهم بدل ما كانوا اذا جاهم الحجاج كانوا اهل مكه يجيبون موي من خارج مكه. تسقي الحجيج الاعظم ما بين فرث ودم. الفرث لو فضلات الحيوانات وحشائها وكذا والدم دمها ما بين فرث ودم عند نقرة في نقرة للغراب الأعصم. الغراب الأعصم الغراب اللي يجي عليه بياض يسمى الأعصم غراب عند وادي النمل. فقام عبد المطلب وبدأ يدور في مكة يدور وش وين المكان. ما اللي من التدوير جاء يوم من الأيام طبعا عندهم أصنام حول الكعبة. كان في مجموعة من قريش يذبحون لهم بقرة عند إساف ونائلة. إساف ونائلة ذول أصنام كانوا زنات قبل. فجوا ذبحوا بقرة عندهم. فتعرف سبحان الله الحيوانات احيانا اذا ذبحت لسه يترفس. فقامت البقره ومشت وطاحت قدام عبد المطلب فرث ودم. فجاء اللي جاء غراب اعصم نقر نقرتين عند نقره الغراب الاعصم. جاء وادي النمل على طوله بدا بالمعول يضرب قدام قريش قد جنب الكعبه. يا ويلي يحفر احنا بلد شو عنده يحفر قد يحفر عند الكعبه خير. لا ما ادري شلون كان عنده عبد المطلب ولد واحد اسمه الحارث. الحارث منعهم بدأ يشيل هيهم لا كذا ما ادري ايش وانت وش تحفر قدام الكعبة. انقهر انه ما عنده عيال عنده الا ولد واحد. المهم هو يحفر وهو يحفر ضرب المعول الاطراف البير القديمة الله اللي دفنوه كبر. قال الله اكبر. جت قريش وش فيه عرفت انه حفر زمزم. قالوا هاي انا وياك. قال مستحيل هذه لي الحالي انا اللي طلعت. قالوا حنا عيال اسماعيل ابونا هو اللي جابه حنا. فقالوا خلاص نحتكم عند مين؟ عند كاهنة اظنهم بني عبس. المهم كاهنة شوفوا عندهم الكهان وين مكانها بالشام. جهزوا اغراضهم كل شيء وانطلقوا للشام. الطريق سبحان الله ضاع. يوم ضاعوا قلت الموية عندهم لين عبد المطلب والناس اللي معه انتهت الموية من عندهم. فبدوا الان فعليا يموتون عطش. طلبوا موية من اللي جنبهم. يا جماعة الخير عطونا من اللي عندكم. قالوا ما نقدر نعطي لكم بنموت مثلكم. هم ضايعين بالصحراء الحين. فاتفقوا اللي مع عبد المطلب اتفقوا انهم يحفرون كل واحد يحفر نفسه قبره. هم جالسين ناظرهم عبد المطلب هم يحفرون. قال مو بهذا الرأي. ركب على ذلوله وتحرك. يوم مشت خفها حفر الأرض انبتت مويه سبحان الله ينبوع من الأرض. طيب الله أكبر. ذا بده يشربون شافوا قريش قالوا والله اللي أنبت لك الله الموية في هذه الصحراء إنك حق منا في زمزم. الله. ما حنا محتكمين رجعنا لك ورجعوا صارت زمزم المين لعبد المطلب. عبد المطلب
تذكر الموقف اللي صار يوم كان يحاول يمنع قريش، حلف ونذر انه اذا جاه 10 عيال انه يذبح واحد منهم، يعني ايش ما همه من كثرهم ما يفرق واحد، ويجي هالولد ورث ثاني ورث ثاني وجاء العاشر ويجيه 10 عيال. ايوه 10 عيال، طبعا اسمائهم عبد وكذا وحمزه و والعباس وعبد الله. المهم يقولون انه اصغرهم عبد الله، وبعضهم يقول لا مو شاهد انه عبد الله هذا كان احب عيال عبد المطلب. عبد المطلب يوم صاروا يوم تموا العشاء الان لازم اذبح واحد. الله طيب شوف قصته عجيبه، قصته عجيبه. الحين هو صاحب، هو سيد في مكه، والان هو وعنده زمزم، ويجي 10 عيال ويروح الكاهن قال سوي قرعه مين من عيالي يموت نبت عبد الله هذا الفول. اهم شيء عبد الله عبد الله ما يموت. بعضهم يقول انه كان الاصغر، بعضهم يقول لا انه بس كان انه احب الناس له. عبد الله لا لا تكفر سبحان الله. طيب ويتله ويجره قدام قريش. عبد المطلب جر عبد الله، جر عبد الله قدام قريش، ويجي يستح عند عند اصنام الكعبه. يوم جاب يذبح نطت قريش عليه، خير وين تضع يدك؟ قال انا نذرت إن جاني 10 عيال بذبح. قالوا لا مو بحلكين، ما لكم دخل، هذا ولدي وما لكم دخل. قالوا لا أنت أكبر الناس عندنا، إن سويت الشيء هذا صارت سنة عند العرب. قال ما لي دخل سنة مو سنة، أنا نذر إني بذبح. المهم يتهاوشون يتهاوشون، هو يذبح ولده نزل يذبح عبد الله، هم يقولون لا. المهم وسط العراك هذا نزل على عبد الله بالسكين، منعوه مشق راسه، ما ذبحه، فصار يسمى عبد الله الأشج. المهم قالوا نحتكم، قال هم نحكي شوي نحتكم، انا نذرت اني اذبح واحد من عيالي طلع على عبد الله. قال خلاص، فصار عندهم الان اللي هي برضو الاقتراع او الاسهم، المهم عندهم طريقه قرعه. وش طريقه القرعه؟ سهم لعبد الله، سهم وش سوالهم؟ قال نحط عبد الله مقابل 10 نياك، يطلع عبد الله يطلع 10 نياك، ونحط سهم اعد، اذا سووا القرعه طلع اعد يعيدون، اذا طلع 10 نياك خلاص ال 10 نياك تفتي عبد الله. نطلع عبد الله ويني ايه تكفى طلع عبد الله لا سوى القرعه طلع عبد الله وسوى قالوا قريش لا قال زيدوا 10 هناك صارت 20 يقترب عبد الله قال خلاص قال زيدوا 10 30 40 كل مره عبد الله 50 60 70 80 90 100 ناقه الله 10 مرات يعدون قالوا خلاص بعد هذه خلاص 100 ناقه 100 ناقه ويفدون عبد الله. وعبد المطلب يفرح انه 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 فدى ابنه عبد الله الاشج هذا. وهذا عبد الله الاشج في حادثه الفيل مات، زوج امنه بنت وهب، واحده اسمها امنه بنت وهب، وحملت ومات هو ومات، يعني في عام الفيل كانت خلاص على وشك الولاد على وشك الولاد. الان يصير موقف ثاني لعبد المطلب، خلاص هو سيد من اسياد مكه، وجو ذولا بيهدمون الكعبه. فوق هذا الجيش أخذوا نهبوا حلال عبد المطلب. عبد المطلب طلب أنه يقابل أبرهة. أبرهة كان جالس شوي اللي دخل عبد المطلب، إيش الهيبة والمنظر والهيئة، يعني كان له هيبة. فمن شدة إعجاب أبرهة الأشرم بعبد المطلب دخله جلسوا على سرير الملك، جلسوا جنبه. قال اطلب وش تبي الحين؟ وش متوقع عبره انه وش يقول؟ نعم انا الكعبه. يا عبد المطلب انا بس حلالي بعريني خذتوه رجعوه لي. ليش؟ انا قلت انك تبي تقول لي ابعد عن الكعبه، لا اهدم بيت اللي تعتبرونه انتم بيت الله. ايوه وانت تقول لي حلالك وبعرينك وغنم. قال انا رب الابل وللبيت رب يحمي. قال عطوه طلعوا. قالهم طلع أخذ حلال وطلع. قال المكة ابعدوا رنبي، قال اعصموا أنفسكم أحد يقاتل، اطلعوا اطلعوا اطلعوا. تذكرون اللي قاتلهم بالطريق اللي كانوا بعسير مسك قائدهم؟ أيوه. يوم قرب الفيل من ال من ال من ال من, ال من الكعبة قدر إنه يهرب ونط على إذن الفيل وصرخ بأعلى صوته أبرك محمود، ينادي الفيل أبرك الله يجلس الفيل. يحاولون يودونه شرق غرب يروح يا
يرجعونه اليمن يركض يجيبونه على مكة يبرق يا ويلي سبحان الله. طيب يحاول ها ها المهم حاولوا ها المهم دخلوا هم على اساس انه بيهدون الكعبة. يسمعون صوت كذا بس ما صوت غريب يلتفتون اللي زي السحابة وشي طيور صغار هذا كبرى كل واحد من الطيور هذه مع حصاة صغيرة واحدة بمنقار وفنتين برجولة وينزلون ويرمون يرمون الحصاة هذه على الجيش. يقول لك إن كانت تدخل في رأس الواحد تطلع من رجولة والله تنخرهم نخر. الله سبحانه وتعالى يش يقول ميهم بحجارة من سجيل من جهنم الحجر ذا جاي سبحان الله إلا أبره رجع بدأ بالطريق لحمه يتساقط وين مات يوم وصل عند مكان اللي حاربهم في حول عسير قبل اليمن مات هناك أبره. الله وش بعدها يقول في سورة ثانية على طول هي بعد الفيل لإيلاف قريش. الآن الناس كلها تهاب قريش رحلة الشتاء والصيف إذا راحوا لليمن ولا للشام الناس كلهم يهابوا قريش 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 ما حد يقدر يقول لهم شيء ها سبحان الله. طيب تذكرون عبد الله الأشج اللي هو ولد عبد المطلب عند عبد الله والسالفة اللي صارت وإنه أحملت زوجته ومات بعد حادثة الفيل هذه بخمسين يوم ولدت مين؟ أفضل إنسان مر على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. الله عبد الله الأشج هو كان أبو محمد صلى الله عليه وسلم أبو النبي صلى الله عليه وسلم. دقيقة أنا عبد المطلب والله عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا عبد المطلب الله يكرم يذبح كان ينذبح سبحان الله يا الله. شوف ويولد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحداث الجميلة هذه اللي صارت بد في عام الفيل بعد الحادثة ذي خمسين يوم تقريبا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد نور الهدى. كنت سلفنا عن مريم ابنة عمران هذه من بني إسرائيل ولكن سبحان الله فيها من الصلاح الشيء العجيب اللي ما تقدرون تتخيلون. حتى كان يدخل عليها نبي الله زكريا أحيانا وهي في المحراب يلقى عندها أكل ورزق يقول من وين أنا ما جبته يقول من الله سبحان الله. كانت تطلع الحالة راحت بعيد عن قومها وفجأة يجيها رجال بدون سابق قالت تعوذت منه على طول قالت إني أعوذ بالرحمن منك أنا جاي رسول من الله. طلع مين؟ جبريل جاي عنده. ليش؟ نفخ سبحان الله الله سبحانه وتعالى نفخ فيها من روحه يعني الأرواح بدون أي أحد سبحان الله أحملت. شوفوا المرأة الطاهرة العفيفة سبحان رب العالمين كذا من الله نفخ لها الله سبحانه وتعالى الروح في بطنه وحملت. يقول الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. المهم سبحان الله الله أيضا يوم 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 حتى أنها خلاص قربت عليها الولادة جت عند نخلة قال الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأمرها الله سبحانه وتعالى أنه قبل عندهم الصيام أنه ما يتكلمون الصيام عندهم ما يتكلمون. زكريا لما نبشر بيحيى عليه السلام طلع للناس خلاص ما يتكلم ثلاثة أيام يأشر لهم أنه اذكر الله كثير اذكر الله كثير. الآن ولدت هذا الإنسان العجيب من أي أحد بدون سبحان رب العالمين كذا بس نفخ الله فيها وحملت. تجي القوم شايلة ولد المرأة العفيفة معه ولد لا ولا تقدر أنها تدافع عن نفسها. ليش؟ لأن الله أمرها بالصيام فتبدأ الاتهامات يلي فيك في ساكتة ما قالت لي الله أمرني بالصيام بس أنا برضو الحين في حاجة. بعض الناس شو يقول يعني صح أنا عندي هذا الشيء حرام بس أنا محتاج. هي أعظم مننا حاجة كلنا صح ولا لا؟ تبي تدافع عن نفسها هذا شرفي أنا عشت كل هالسنوات هذه وأنا يعني عفيفة الآن اتهم فيه شرفي إني أنا كنت أروح عند واحد غريب والآن حملت منه وجبت لكم ولد. بدأ الاتهامات حتى واحد قالوا لها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يعني ما كان أبوك يعني راعي الحركات هذه ولا كانت أمك بغية البغية اللي هي الزانية. يوم أنه ثقة بالله سبحانه وتعالى ثقة اللي ما حد يقدر يصبر عليها هذا الأمر العجيب جاب لها الله سبحانه وتعالى أعجب الله أكرم. الحين هي صايم ما تتكلم
تجمعوا عليها وهم متجمعين. وش مين ابوه؟ مين اللي صار ابوه؟ فلان. لا والله شكله فلان، قد مره من المرات مرت جنب المكان الفلاني، والله شكل ابوه فلان الفلاني. ويجي الفرج من الله سبحانه وتعالى. شلون توقع؟ توقع هذا اللي في المهد، اللي في المهد قال كذا قدامهم هم متجمعين: اني عبد الله. يا ويلي يا قشعريرة ورب الكعبة يمه. شوف سبحان الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هم من الأنبياء اللي انولد نبي داخل صدق يمه. شيء صدمة معجزة. وجعلني نبي، وجعلني مبارك وري المهد. يا ويلي مين؟ عيسى. عيسى هو نبي الله عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم اللي أنطق الله سبحانه وتعالى في المهد. علشان هيش ثقب الله عظيمة. قول لك كانت خلاص بكل سهولة تقدر تقول هذا جاني معجزة من الله، جاني معجزة من الله، لكن إيش قدرت للرحمن صومه. خلاص شكر هالنعمة الولد اللي جاني خلاص صايم. مستحيل مستحيل أسوي إيه سبحان